بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ أول محاضرة من محاضرات كورس قواعد اللغة الإنجليزية من البداية إلى الاحتراف. إن شاء الله دي المحاضرة الأولى اللي هنبدأ بها الكورس بإذن الله. طب في أجندتنا إيه النهاردة؟ عاوزين نعرف الكورس بيتكلم عن إيه. تاني حاجة مفردات تكوين الجملة، تالت حاجة الأزمنة في الإنجليزي، بعد كده هناخد فكرة بسيطة عن some وany، وبعدين while وwhen، وبعدين ننهي الكورس. دي خطة الكورس كله. أول حاجة لازم أعرفك الكورس بيتكلم عن إيه، بعد كده هندرس مفردات تكوين الجملة، يعني الجملة في الإنجليزي عشان أكونها سواء سؤال أو جملة عادية بتتكون من إيه، الأزمنة في الإنجليزي ال 12 زمن، الأزمنة في الإنجليزي 12 زمن هندرسهم، هندرس بعض الفرعيات زي some وany while وwhen، وبعدين فايناليز الكورس. هننهي الكورس إن شاء الله ان احنا نكون خلصنا كل ما يخص قواعد اللغه الانجليزيه، او بمعنى اصح لمينا باكبر قدر ممكن من قواعد اللغه الانجليزيه. طبعا الاعتمادات، طبعا ان شاء الله الكورس هيبقى له شهاده باذن الله على حسب الباشمهندس عمر سليم تقريبا قال لكم او كده، يعني ان شاء الله هيكون في شهاده للكورس ان انت اخذت الكورس معانا ان شاء الله. هم الكورس هيبقى عباره عن 30 ساعه في قواعد اللغه الانجليزيه. الكورس طبعا ده كورس متكامل، او كورس يعتبر ملم بمعظم قواعد اللغه الانجليزيه. الشرح طبعا ان شاء الله هيكون اكتر من مبسط، يعني هنشرح قواعد اللغه الانجليزيه بطريقه سهله خالص وبسيطه جدا ان شاء الله عشان كله يفهمها باذن الله ويستفاد من الكورس اكثر استفاده. طيب هنبدا بمفردات تكوين الجمله. يعني ايه مفردات تكوين الجمله؟ يعني الجمله في الانجليزي بتتكون من ايه؟ اول حاجه ممكن اكون منها جمله في الانجليزي هي nouns، اللي هي الاسماء. اسم اي حاجه، مش شرط الاسماء تبقى اسم انسان او اسم حيوان، اسم اي حاجه. مثلا ذا كار، الكار، كلمه كار دي ناون، اسم بيدل على حاجه معينه او حاجه احنا بنفهمها. ساعه ما بقول لك كار انت بتفهم انا قصدي ايه. يبقى الاول حاجه بتكون الجمله في الانجليزي او المفردات تكون الجمله الورد كلاسز. اول حاجه بتكون الجمله ولازم تكون موجوده الاسماء، الاسماء اللي هي اسم اي حاجه. بعد كده بروناونز اللي هي الضمائر، الضمائر طبعا سبعه اللي هي الاي والهي والشي والات واليو والو والزي. اي طبعا الضمائر بتحل محل الاسماء، الضمائر يعني اي يعني انا، هي يعني هو، شي يعني هي، ات غير العقل المفرد، يو انت او انتم، ونحن زي هم. ممكن طب لقيت لازم واحد من الاثنين الاولانيين يكون موجود في الجمله، ما لقيتش اسم بلاقي بروناون ضمير. لازم اول اثنين يكون موجودين في اي جمله انا بكتبها سواء سؤال او جمله عاديه، لازم يكون موجود لا اسم لا ضمير. بعد كده الادجكتيفز اللي هي الصفات، صفه ممكن اكون الجمله، الجمله في الانجليزي تتكون من صفة، ممكن أحط صفة مثلا أقول أوصف حد بصفة. الأدفيربز اللي هي الظروف، وطبعا في فيربز اللي هي الأفعال المنسية في نسينا نكتبها في في السلايد دي. الفيربز برضو الأفعال، ما فيش جملة في الإنجليزي من غير فعل، لازم يبقى في فعل في الجملة. أهم ثلاثة أساسيين اسم أو ضمير واحد من الاتنين موجود، والفيربز اللي هي الأفعال، لازم يكون ما فيش جملة في الإنجليزي من غير فعل، يبقى فايدة الجملة إيه؟ طبعا الانترجكشن اللي هو لفظ التعجب الانفعالي، بروبوزيشن اللي هو حرف العطف او حرف الجر. طيب تعالى ناخد فكره عن التنسز او الازمنه. طبعا الازمنه الاساسيه ثلاث ازمنه، بريزنت مضارع، باست ماضي، فيوتشر مستقبل. يبقى الازمنه الاساسيه تاني ثلاثه، بريزنت مضارع، باست ماضي، فيوتشر مستقبل. كل واحد من الازمنه الاساسيه الثلاثه تحته اربعه فرع، يبقى 3 في 4 ب 12. يبقى الانجليزي مش ثلاث ازمنه اساسيين اللي هم مستقبل ومضارع وماضي، لا الانجليزي كل زمن، في كل زمن من دول تحته اربعه، يعني في مضارع بسيط، في مضارع مستمر، في مضارع تام، في مضارع تام مستمر، في ماضي بسيط، في ماضي مستمر، في ماضي تام، في ماضي تام مستمر، في مستقبل بسيط، مستقبل مستمر، مستقبل تام، مستقبل تام مستمر. كل زمن من الثلاثة تحت أربعة فرعيين، وطبعا هنا شرحهم هنا. طبعا صم واني، صم دي بتيجي في الإثبات واني في السؤال والنفي، بنستخدمها يعني لو عايز تقول احنا عندنا مثلا شوية سكر، شوية دي يعني كلمة صم، يبقى وي هاف سام شوجر. احنا هناخد عنها فكرة بسيطة، انما لسه ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل قدام بإذن الله. يعني مثلا انت عاوز تقول موجود عندنا شوية سكر، فبتقول وي هاف سام شوجر. وطب اني دي بتيجي مع السؤال والنفي، عاوز تقول مش موجود عندنا اي سكر. حد بيسالك مثلا هل عندك سكر، بتقول له مش موجود اي سكر. اي دي يعني اني، وي هافنت اني شوجر. طيب سام واني فكره بسيطه بس، بيجوا مع حاجتين اتنين، مع الاسم اللي لا يعد او الجمع المعدود. طبعا في احنا عارفين، كلكم عارفين في الانجليزي اي اسم في الانجليزي لا اما يعد لا اما لا يعد.
الاسم اللي يعد هو اللي انا اعرف اعده، واللي لا يعد هو اللي ما اعرفش اعده. في حاجات بعرف اعدها زي بويز لولاد بتعدوا، زي جيرلز البنات بتعدوا، زي البنز الاقلام الجاف، في حاجات كتيره خالص بعرف اعدها. طبعا اللي بنعد له حالتين، لا اما يكون مفرد لا اما يكون جمع. الحاجه اللي انا بعدها لو واحده بس يبقى مفرد، ولو كتير يبقى جمع. طبعا سمو اني لو الحاجه بتتعد يجوا مع الجمع مش مع المفرد. يبقى لو الحاجه بتتعد مع سمو اني، لا بيجوا مع الحاجه اللي بتتعد بس تكون جمع، او ما بتتعدش خالص. في حاجات في الانجليزي ما بعرفش اعدها، زي مثلا رايس الرز. حد يعرف يعد الرز؟ الرايس الرز لا طبعا ما بعرفش اعده. معظم الاكلات والمشروبات ما بتتعدش. الكوف القهوه، حد يقول لي القهوه بتتعد بالفنجان، اقول لك اللي بتعد الحاجه اللي بتتعد بحاجه تانية يبقى الاصل ما بتعدش. دي قاعده ثابته في اللغه الانجليزيه، ان الحاجه اللي بتتعد بحاجه تانية يبقى الاصل ما بتعدش. يبقى صم واني فكره بسيطه، صم معناها شويه او بعض، واني معناها اي، بيجي في السؤال والنفي. يعني مثلا احنا عندنا مثلا شويه شاي، نقول او انا عاوز شويه شاي، اي وونت سام تي، عاوز شويه شاي. طب انا مش عاوز شاي، اي ديدنت وونت اني تي، مش عاوز منك اي شاي. السؤال طبعا دو يو هاف اني تي، هل عندكم اي شاي مثلا وانا بسال. طيب السيمبل بريزنت، السيمبل بريزنت او المضارع البسيط، هنبدا باول زمن النهارده ان شاء الله. النهارده هنشرح زمن او اتنين بس. المضارع البسيط طبعا ما بشرح اي زمن في اللغه الانجليزيه، لازم يكون عندي ثلاث حاجات اساسيه: الفورم اللي هو التكوين، اليوزج اللي هو الاستخدام، الكويشن اند نيجاتيف اللي هو السؤال والنفي. ما اشرح اي زمن في واحنا مع طول الكورس كده، لو شرحت اي زمن وما قلتش الثلاثه دول قولوا لي يا مستر انت كده مش كملت الزمن ده شرح. لازم اما اشرح اي زمن لازم اقول لك تكوينه واستخدامه وسؤال ونفي. يبقى هنبدا بالمضارع البسيط اللي هو السيمبل. في ناس بتسميه سيمبل بريزنت، في ناس بتسميه بريزنت سيمبل، الاثنين سيان، كل الاثنين زي بعض مش في فرق بينهم. فهنبدا بالسيمبل بريزنت المضارع البسيط. طبعا اما اشرح اي زمن لازم اعرف ثلاث حاجات: تكوينه، الفورم التكوين، واليوزج الاستخدام، والكويشنز اند نيجاتيف، والسؤال والنفي. نبدا بالفورم. تكوين المضارع البسيط ايه؟ هو المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ المضارع البسيط بقسم الناس جسمين، اقسم اي حاجه حواليا اتنين، هل هي مفرد ولا جمع؟ عشان المفرد له معامله والجمع له معامله تانية خالص. المفرد والجمع، طب افرض الحاجه طلعت جمع، الاسهل بقى افرض الحاجه طلعت جمع، بحط الفعل في المصدر من غير اي اضافات. افرض الاسم اللي في الجمله اسم جمع، يعني مثلا علاء ووليد، اتنين في الانجليزي يعتبر جمع مش مثنى زي العربي. الانجليزي فيه اتنين، الاتنين الواحد مفرد، الاتنين جمع، التلاته جمع، الاربعه جمع، وانا ماشي. طيب يبقى اول حاجه في المضارع البسيط في التكوين قسمنا الناس جسمين جمع ومفرد. هنبدا بالجمع، نحط الفعل في المصدر. من هو ايه هو الفعل في المصدر؟ الفعل من غير اي اضافات، دايما الفعل في المصدر فعل من غير اي اضافات. طب افرض الفاعل او الضمير هنا، طب ما تعالوا نرجع بقى نقول حته صغيره، مين يلا نقسم الضمائر السبعه. طبعا معلش انا بعتذر ان هي مش مكتوبه في السلايد دي، ان شاء الله هدرجها في السلايد ان شاء الله، وتستلموها في السلايد اللي انتوا هتسلموها على الجروب ان شاء الله. طبعا طول واحنا ماشيين في الكورس باذن الله كل محاضره هتستلموا ملف الباوربوينت وملف الاسئله وراها على طول. طيب مين هم ضمائر الجمع؟ الاي طبعا اول ضمير، واحد يقول الاي دي معناها انا يعني مفرد، لا الاي دايما بعامله معامله الجمع في معظم الاحيان، في كل الاحيان بعامله معامله الجمع الا في حاله واحده هنعرفها قدام. يبقى الاي ضمير جمع، الوي ضمير جمع، اليو ضمير جمع، الزي ضمير جمع. طيب ما طلعش لا ضمير ولا اسم جمع، وطلع ضمير مفرد او اسم مفرد، قال لك في المضارع البسيط مع ضمائر المفرد هتحط لها الفعل اس او اي اس او اي اي اس. طيب يلا ناخدهم بسرعه. امتى اس؟ قال لك مع معظم الافعال، اي فعل يجاب لك مع المفرد حط له اس. طيب امتى اي اس؟ قال لك لو كان اخر حرف في الفعل او حرفين واحد من السبعه دول اس 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 اتش سي اتش او اكس زي، اي واحد من السبعه دول تلاقيها في نهايه الفعل اخر حرف في الفعل او حرفين واحد من السبعه دول، بتروح سايب الاضافه زي ما هي وتحط اي اس. لو كان نقولهم تاني، حرف لو لقيت في اخر الفعل حرف الاس او حرف الاس اس او حرف الاس اتش او حرف السي اتش او حرف الاو او الاكس او الزي الزد، يعني بتروح شايل تروح ضايف على الفعل اي اس. طبعا دي بيسموها حاجه اسمها الهيسنج ساوند، يعني
لو ترجمناها عربي اسمها صوت الهسهسه او حاجه زي كده، اللي فيها حرف الاس كتير يعني. ساعه ما بنشوف الهيسنج ساوند بنحط على الفعل اي اس مع مين بقى؟ مع مين؟ ما ننساش، مع ضمائر المفرد. طب يهرب فعل اخره اس اس مع ضمائر الجمع، ملناش دعوه بيه خالص، بنسيبه زي ما هو من غير اي اضافات، لان زي ما احنا عارفين في تكوين المضارع البسيط مع الجمع بنحط الفعل في المصدر من غير اي اضافات خالص. طب المفرد قلنا هنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس. امتى اس؟ قلنا مع معظم الافعال، كل الافعال احط لها اس الا حاجات معينه. احط امتى اي اس؟ لو كان اخر حرف او حرفين في الفعل واحد من السته اللي احنا حافظينه، من السته اس 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 او السبعه اس 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 اتش سي اتش او اكس زي زي او زد. طبعا عشان نتفق على حاجه من دلوقتي، ان شاء الله احنا بنفضل في النطق الانجليزي النطق الامريكي عن البريطاني، حتى كل الناس بترجح النطق الامريكي على البريطاني لانه يعتبر افضل وتعليمه اسهل ان شاء الله. طيب اي واي قبلها متحرك، افرض حرف الواي في الانجليزي في اي زمن لازم تعرف له قاعده، الواي اللي يجي قبلها متحرك اللي يجي قبلها ساكن، لو اجى الواي قبلها متحرك بتسيبها وتحط اضافه الزمن، الزمن نحط اس نضيف اي اس، نضيف اس، الزمن نحط اي دي نضيف اي دي. دايما اي واي في الدنيا قبلها متحرك بنسيبها عشان هي ماشيه مع الكلام، واي واي في الدنيا قبلها ساكن لازم نحذفها. يبقى اي افرض في المضارع البسيط مع المفرد اجى ضمير مفرد والواي قبلها متحرك بنسيب الواي ونحط حرف الاس، طب الواي قبلها ساكن نحذف الواي ونحط اي اي اس. نخش على تاني نقطه، خلاص شرحنا تكوين ونشرح استخدامه، حقائق علميه، حقائق ولو مؤقته، عادات وروتين، مواعيد ثابته. يعني ايه حقائق علميه؟ يعني حاجه كل الناس عارفاها او معظم الناس عارفاها. واحد بيقول لك ذا سان از، The sunlight is yellow، ضوء الشمس لونه أخضر، طبعًا دي مش هو اللي اخترعها، ده حاجة كل الناس عارفاها. واحد يقول لك water boils at 100 centigrade، إن المية بتغلي عند درجة 100، كل الناس عارفاها، ده حقيقة حقائق علمية دي معروفة. يعني إيه حقيقة ولو مؤقتة؟ الحقيقة المؤقتة، الحقيقة المربوطة بزمن. أسهل مثال عليها واحد بيقول لك I am 12، دلوقتي أنا عندي 12 سنة. هل طول عمره هيدانه 12 سنه ولا السنه الجايه هيكبر؟ ممكن بعد يوم، النهارده يكون اخر يوم في ال 12 وهيبدا في ال 13 بكره. ممكن بعد ساعه، ممكن بعد سنه، ممكن بعد سنه ونص هيكمل ويعدي، يبقى حقيقه مؤقته. ساعه ما بيخلص الزمن ما عادتش الحقيقه موجوده. هل هو عمره هيدانه 12 سنه؟ طبعا لا. ثالث استخدام لزمن المضارع البسيط هو العادات والروتين، استخدام المضارع البسيط في العادات والروتين، الحاجه اللي احنا متعودين عليها وبنعملها بصفه مستمره حتى ولو مش بتتكرر بصفه كبيره. السلام عليكم. عليكم السلام. معايا؟ لو سمحت بس الناس بتستاذن حضرتك يعني تشرح براحه شويه، لان في ناس بتكتب ورا حضرتك، فيعني حضرتك تتكلم بسرعه يعني، لو تتكلم ببطء اكتر يبقى افضل يعني. طيب ماشي حاضر. اتفضل. طب نشرح، نرجع كمان سلايد. تكوين المضارع البسيط نشرحه تاني، ان احنا بنقسم الناس لجسمين اللي هم الجمع والمفرد. الجمع طبعا بحط الفعل في المصدر من غير اي اضافات، والمفرد بحط الفعل واضيف له اس واي اس واي اس. قلنا اس امتى؟ اس يوضع للفعل اس مع ضمائر المفرد في معظم الافعال، اي فعل جابلني بحط له اس. امتى احط اي اس؟ لو كان انتهى بحاجه اسمها الهيسنج ساوند، اللي هي لقيت اخر حرف او اتنين في الجمله واحد من السبعه دول اللي هم حرف الاس، اس واحده يعني، او لقيت دبل اس او اتنين اس اس اس، او لقيت حرف الاس مع الاتش، او لقيت حرف السي مع الاتش، او لقيت حرف الاو في اخر الكلمه، او لقيت حرف الاكس، او لقيت حرف الزي او الزد. طيب لقيت واي، حرف الواي، ابدا اسال نفسي سؤال، هل الواي دي قبلها متحرك ولا قبلها ساكن؟ الواي لو قبلها متحرك بنسيب الواي ونحط اس، الواي لو قبلها ساكن نحذف الواي ونحط اي اي اس. طيب بعد كده استخدام المضارع البسيط، استخدام المضارع البسيط أربعة، حقائق علمية، حقائق ولو مؤقتة، عادات روتين، مواعيد ثابتة. يعني إيه حقيقة علمية؟ حقيقة علمية يعني حقيقة مربوطة بزمن، ساعة ما بيخلص الزمن حقيقة علمية، لا حقيقة علمية حقيقة ثابتة على طول. زي مثلا واحد يقول لك مثلا ذا سان ذا ايرث تيرنز اراوند ذا سان، الارض بتلف حوالين الشمس. طبعا دي حقيقة علمية كل الناس عارفاها او حدانها ثابتة فترة كبيرة جدا ان شاء الله. تاني استخدام حقائق ولو مؤقتة، حقيقة مربوطة بزمن، ساعة ما بيخلص الزمن خلصت الحقيقة. واحد بيقول لك اي ستادي تو بي ا دكتور، انا بذاكر عشان ابقى دكتور. هيذاكر يعني مثلا 10 سنين 15 سنة 16 سنة، في الاخر ساعة ما يبقى دكتور هيبطل المذاكرة وخلاص وصل للي هو عاوزه.
هي دي المقصود بالحقيقه ولو مؤقته. واحد بيقول لك اي ام 15 عندي 15 سنه، طبعا مش طول عمره هيدانه 15 سنه، لا اكيد هيوصل مرحله معينه ويبقى 16 و17 و18 سنه ان شاء الله. ثالث استخدام العادات والروتين، اي حاجه انا متعود عليها يومين، او زي بالمصري كده اي حاجه بتبدا بحرف الب يبقى عادات وروتين، يبقى مضارع بسيط. واحد بيقول لك بصحى مثلا الساعه 6، كلمه ب حرف الب لو موجود في الكلمه بالمصري او بالبلدي كده يبقى عادات وروتين، يعني مضارع بسيط. مثلا بصحى الساعه 6، اي جيت اب ات 6 كلوك، بتغدى الساعه 2، هو بروح المدرسه كل يوم على رجليه اون فوت، مثلا هي جوز تو سكول اون فوت، بيمشي على رجليه للمدرسه على طول. اخر استخدام للمضارع البسيط حرسمها المواعيد الثابته، مواعيد الثابته وحتى ولو مستقبليه، طالما الميعاد محترم. يعني الواحد بيحصل في معظم الاحيان، يعني واحد بيقول لك مثلا ذا ترين ليفز ات 10، القطر هيجي وهيمشي الساعه 10، هو لسه القطر ما جاش، احنا واقفين على الرصيف مثلا الساعه 9:30، بس مع ان ميعاد القطر محترم دايما كل يوم الساعه 10 بيجي ويمشي، يبقى خلاص نحطه في زمن المضارع البسيط مع انه ميعاد مستقبل. يعني واحد يقول لي طب ما مواعيد القطر دي مواعيد مستقبليه، ازاي انت تحطها في زمن المضارع البسيط؟ اقول له لانه ميعاد ثابت، يعني في معظم الاحيان بيحصل ان القطر بيجي ويمشي من المحطه الساعه 10، يبقى طالما ميعاد ثابت يبقى نحطه في زمن المضارع الايه؟ البسيط. السؤال والنفي، الاسئله طبعا نوعين، اي سؤال في الانجليزي نوعين، ليس نو لا دبليو اتش، يعني لا اما سؤال اجابته نعم او لا، لا اما سؤال اجابته كلام على حسب كلمه استفهام. طيب اليس نو طبعا سؤال اجابته نعم او لا، والدبليو اتش سؤال اجابته كلام على حسب كلمه الايه؟ الاستفهام. ده هندرسهم قدام بالتفصيل، فهنسيب السؤال دلوقتي ونخش على النفي على طول. النفي زي ما احنا قسمنا المضارع البسيط تقسيمتين في التكوين، انقسموا تقسيمتين في النفي. طب ما احنا في التكوين كنا افكركم بيها، كنا مقسمنا الناس قسمين جمع ومفرد، الجمع حطينا له مصدر والمفرد حطينا له الفعل زائد اس او اي اس او اي اي اس. برضه في النفي نقسم تقسيمتين، الجمع ياخد دونت عفوا دونت زائد الفعل في المصدر مع الجمع، والمفرد ياخد دازنت زائد الفعل في المصدر مع المفرد. طبعا الاسئله نوعين، يس نو دبليو اتش، يس نو سؤال اجابته نعم او لا، بسال مثلا هل انت فطرت النهارده؟ طبعا بتجاوبني بتقول لي لا لا لا، لا يس لا نو. دبليو اتش السؤال اجابته كلام، بقول لك فطرت ايه، مش بتقول لي اه ولا لا، تقول لي انا فطرت مثلا الحاجات اللي انت كلتها في الفطور، افطرت امتى؟ افطرت الساعة 8، بتقول لي الزمن، افطرت فين؟ افطرت في البيت او في المطعم. يبقى الدبليو اتش انت بتجاوبني مش بيس نو، بتجاوبني بكلام على حسب السؤال اللي انا سالته، على حسب كلمة الاستفهام. يبقى الاسئلة تاني، الاسئلة طبعا نوعين في الانجليزي، يس نو ودبليو اتش، يس نو سؤال اجابته نعم او لا، دبليو اتش سؤال اجابته كلام على حسب كلمة الاستفهام، يبدا بكلمة ايه؟ استفهام. طيب اليس نو اكونه ازاي؟ قلب في زمن المضارع البسيط بحط دو او داز في الاول، وبعدين الفاعل، وبعدين مصدر، وبعدين اكمل كلامي واحط علامه استفهام. طب الدبليو اتش السؤال اللي جابته كلمه، السؤال اللي بيبدا بكلمه استفهام بحط كلمه استفهام، بعديها دو او داز برضو، وبعدين الفاعل بتاع الجمله، وبعدين الفعل في المصدر، وبعدين اكمل الجمله. طيب هنخش المضارع البسيط كده مفهوم ولا اعيد في اي حاجه ثانيه؟ المضارع البسيط مفهوم ولا عيد في حاجه ثانيه؟ تمام تمام. طيب هنخش على ثاني زمن ان شاء الله، اللي هو الكونتينوس بريزنت او المضارع المستمر. طبعا احنا اتعودنا بقى وفاهمين من زمان ان اي مشرح اي زمن لازم اعرف ثلاث حاجات، الفورم التكوين واليوزج الاستخدام والكويشن اند نيجاتيف السؤال والنفي. نبدا باول واحده سهله خالص، زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر بعد ام واز ار بيجي اي ان جي، بحط ام اي ان جي از اي ان جي ار اي ان جي، يعني بحط ام او از او ار حسب الضمير او الاسم، وبعدين احط فعل، احط للفعل اي ان، يضيف للفعل الثلاث حروف اللي هم اي ان جي. طبعا ام مع اي بس، از مع هي وشي وات واي اسم مفرد، وار مع يو وي وزي واي اسم جمع. طبعا دي تقسيمه كله عارفها فعل بي، اكيد اي حد عارفها، لان دي حاجه من الاساسيات او البدائيات في اللغه الانجليزيه، ان الام بتيجي مع اي، الاز بتيجي مع هي وشي وات واي اسم مفرد، الار مع يو وزي واي اسم ايه؟ جمع. استخدام المضارع المستمر استخدامين اثنين، لا اما حدث يحدث وقت الكلام او وصف صوره. بقول لك لوك زي ار سمايلينج، لوك زي ار شاوتينج. بص ده دول الاثنين دول عمال بيزعجوا مع بعض، اكيد حدث يحدث وقت الكلام، وقت ما انا بكلمك هم عمال بيزعجوا مع بعض.
يبقى استخدام مستخدمين بسيط خالص او سهلين خالص، حدث يحدث وقت الكلام، حاجه بتحصل وقت ما انت بتكلمني عليها، او وصف صوره بقول لك لوك هي از سمايلينج ان ذا بيكتشر، بص ده هو بيضحك في الايه؟ في الصوره. النيجاتيف طبعا عندنا ام واز وار، طالما عن الام والاز والار اسمهم افعال مساعده، طالما موجود ام واز وار ان في ام واز وار. استخدمنا لو انتم فاكرين في زمن المضارع البسيط استخدمنا دو او داز ليه؟ عشان ما فيش فعل مساعد او ناقص. تكوين الزمن كنا قسمنا الناس مفرد وجمع، ده مصدر وده اس اي اس اي اس، ما فيش فعل مساعد او ناقص، يبقى ننفي ونسال الفعل دو. سالنا بدو داز وسالنا ونفينا بدو داز اللي هي دونت ودازنت. طب هنا في فعل مساعد اللي هو ام واز وار، ان في ام واز وار يبقى ام نوت از نوت ار نوت اي ان جي، زائد الفعل طبعا مضاف له اي ان جي. ثالث زمن طبعا الازمنه دي بسيطه خالص ولسه هناخدها بالتفصيل قدام، البيرفكت بريزنت او المضارع التالي. اتعودنا بقى خلاص ما نشرح اي زمن لازم اعرف ثلاث حاجات، الفورم التكوين يوزج استخدام كويشن اند نيجاتيف السؤال والنفي. تكوين المضارع التام طبعا هاف زائد الفعل في الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث، وهاز زائد الفعل في الباست بارتيسيبل. ليه قسمنا التقسيمه دي؟ عشان الجمع ياخد هاف زائد الفعل في التصريف ان الجمع ياخد هاف زائد الفعل في التصريف الثالث، والمفرد ياخد هاز زائد الفعل في التصريف الثالث. طب استخدام المضارع التام، حدث تم منذ فتره قصيره، واحد بيقول لك انا لسه شارب دلوقتي، اي هاف جاست درانك ووتر، لسه شارب ميه. يبقى اول استخدام للمضارع التام حدث تم منذ فتره قصيره، ثاني استخدام حدث تم في الماضي ولم يذكر الزمن. اي حاجه حصلت في الماضي وما قلتش حصلت امتى احطها مضارع تام، قلت حصلت امتى يبقى ماضي بسيط. دي ملحوظه كده ناخد بالنا منها لانها بتتكرر كتير. اي حاجه عامه حصلت في الماضي ان شاء الله تكون من 20 سنه ما قلتش الزمن اللي هي حصلت فيه حصلت امتى، يبقى اقول احط الجمله مضارع تام. طب قلت حصلت امتى يبقى احط الجمله، يبقى خلي الجمله ماضي بسيط. ثالث استخدام حدث بدا في الماضي ومكمل في الحاضر ومستمر في المستقبل. واحد بيقول لك اي هاف ستاديد تو بي ا دكتور، انا بذاكر عشان ابقى دكتور. ذاكر بقى له 5 سنين وبيذاكر دلوقتي ولسه هيذاكر له 3 4 سنين عشان ابقى دكتور. طبعا كده المحاضره الاولانيه معلش هي صغيره شويه، وكده خلصنا المحاضره الاولانيه وانا جاهز لو في اي سؤال. هي محاضره بسيطه شويه ومش حبيت ان هي اخليها ان هي كبيره، يعني خليتها محاضرة صغيرة كده عشان يبقى بداية كويسة، يعني مش يبقى المحاضرة الأولانية كبيرة خالص. أنا جاهز لو في أي سؤال. جزاكم الله خير، المايكات مفتوحة لو حد عايز يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت نفي في زمن ايه؟ ما احنا شرحنا النهارده 3 ازمنه، شرحنا المضارع البسيط والمضارع المستمر والمضارع التام. نيجاتيف بلوريال فروم اي زمن؟ مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا مضارع تام؟ احنا شرحنا النهارده 3 ازمنه. مستمر. نعم مستمر. المضارع المستمر هو قاعدة النفي ان انا بنفي وبسأل الفعل مساعد او ناقص، طالما احنا القاعدة بتقول بنفي واسأل الفعل مساعد او ناقص. نبذة بسيطة بس على الافعال المساعدة او الناقصة، الافعال المساعدة 3 افعال، فعل بي وفعل دو وفعل هاف. بعد اذنك يا باشمهندس. ايه؟ هو الشير سكرين موجود؟ لا انا وقفت الشير سكرين، اشغلها تاني؟ هو بس كمان في واحد بعت بيقول فين الشير سكرين، فهل حصل مشكله ولا حاجه؟ لا ما حصلش مشكله، انا اللي وقفتها، احنا خلصنا الجزء الاساسي في الاول في الشهر. طيب تمام. انا شغلتها تاني عادي. طيب الافعال المساعده طبعا 3 اللي هم فعل بي وفعل دو وفعل هاف. الافعال المساعده 3، فعل بي وفعل دو وفعل هاف. البي اللي هو ام واز وار طبعا انتوا عارفينه، دو اللي هو دو داز، وهاف اللي هي هاف وهاز. والافعال الناقصه كتير ولو ركزنا على 4 كان وماي وشال ويل. فقاعده النفي بتقول لازم عشان انفي، نجيب واحده من النفي يعني. قاعده النفي بتقول لازم عشان انفي، قاعده النفي بتقول لازم عشان انفي استخدم فعل مساعد او ناقص. فأي زمن في تكوين واستخدمنا فعل مساعد أو ناقص أنفي الفعل المساعد أو الناقص، مفيش مش استخدمنا حاجة
أنف واسأل الفعل دو اللي هو دو داز. تمام كده ولا في مشكلة؟ تمام. طالما الزمن في تكوين وفي فعل مساعد او ناقص زي الزمن المضارع المستمر في ام واز ار زائد اي ان جي، ان في ام واز ار زائد اي ان جي مفيش، يبقى استخدم فعل دو اللي هو دو داز، يقول دونت ودازنت، وطبعا لو ماضي ديدنت، ولو تصريف ثالث طبعا دان، بس مفيش الكلام ده. هو اللي بان في فعل دو هو المضارع البسيط والماضي البسيط بس، اللي هو دو داز اللي هي دونت ودازنت، وفي الماضي ديدنت. اي سؤال ثاني؟ طبعا يا ريت الكل يسجل على اللينك بتاع الحضور عشان طبعا الشهادات وحساب الغياب او كده.